صلاة النبي أحسن، صلاة النبي أحسن، صلاة النبي أحسن. عايزة أغرب في إيه يا ولاد جنتي؟ من فرحتي، أول مرة من فترة كبيرة أشوفك صاحية بدري. ليه يا رب في مرة منهم يقف؟ ما أنتش شايل عليا. لا ما هو هيقف هيقف، ما أنا هنزل كل يوم من بدري، اتعودي. همسك المعرض عند ابويا. يا خرابي والنبي يا ريت. ايوه كده، عشان تغزي مرات ابوكي وتخليها تتفرس وتعرفيها ان البنت ارجع من الواد 100 مره. ان شاء الله جهنم حتفي يا كدابه يا ضلاليه يا معفنه. امشي اطلعي بره، امشي اطلعي بره. يا لهوي، هو الواحد ما يعرفش يفك معاكي بكلمتين ودي فكه؟ خلاص هروح احضر لك الفطار قبل ما تنزلي. ياه، حاجه خفيفه علشان الرجيم. عيني ساتر. صلي على النبي، صلي على النبي. ساتر تعالى هنا يلا. ايوه ست سناء، هاتي جنيه اجيب سكلات. 10 سكلات. 10 جنيه؟ اه بس عايزاك تخش تبخر لي المعرض. طب حيله ايه؟ عايزه رجل الزبون ترجع تدب زي زمان. حاضر يا ست سناء. يا واد بعد كده ما اسمهاش ست سناء، اسمها معلمه سناء. معلمه سناء، معلمه الشارع كله. معلمه الشارع عبد العزيز كله. ايوه. الله يا هادي. خش يا واد، هادي الزباين الناحيه دي. اما نشوف شغل الرجاله ولا شغل النسوان. ايه الشغل الاعلاني اللي انت عاملاه ده يا سناء؟ اتعود، ده من هنا كل يوم الصبح على كده. واذا تعبان قوي ودانك الصيدلية اهي، كيس قطن نسد ترتاح. سلام. بخر يا واد. صلي على النبي، اللي يحب النبي يصلي عليه. صباحنا وصباح الملك لله. مساء الفل يا اندل. يا مساء الياسمين والحبهان والمستكة والريحان. ايه يا راجل، قاعدة في معرض اجهزة كهربائية ولا في محل عطارة؟ لا انا بعطر الهوا بالمحبة، بس عطرك انتي غطى على الهوا. يا عين يا عين. يوجتك ايه يا اندلتي؟ بقولك انا سمعت ان شارع عبد العزيز هيزيد فيه معلمة، ففرحت قوي. هو انت هتشتغلي مع ابوكي؟ ما اشتغلنا خلاص، وجاي افتح معاك صفحة بيضة بدل السواد اللي غايم على قلبك وخلاك تعض في اصحابك. والله ده انا قلبي بافتة بيضة، بس انا مالي بقى؟ ابوك اتضحك عليه والواد اخوك استندل معاه. خلاص يا اخويا خليك فيا، انا عايزك تجدول لي المديونية وعايزك ترجع تورط بضاعة للمحل. على فكرة عايز اقول لك حاجة، ابوكي ده حبيبي قوي بس غتيت قوي. اه غتيت. اه وبعدين انت حلوة زي القمر. انت طالعة لمين؟ آه ايوه انت طالعة لامك، اصل امك كانت حلوة قوي وهي صغيرة. الله يرحمها. الله يرحمها. تأمريني. انا جاية ابارك لك على المكتبة بروح رياضية، مع ان ابويا تعض في قرشين جامدين، بس انت ذنبك ايه؟ كله من واد المعفن اللي نصب عليك وعلى ابويا. عايز اقول لك على حاجه، ابو الله يرحمه خلفته كلها كانت سودة. طب وحياه النعمه بتفهمي؟ النعمه دي تبقى امي. بقول لك ايه بقى، ما تاخدنيش في دوك، انا جايه لك اكلمك معلمه لمعلم. ماشي يا معلمه. بص بقى، انا عايزك تورد لي بضاعه عشان الواد ابن عواطف ده ما يشمتش فيا. عبد العزيز؟ هو في غيره؟ عايزك تجيب لي بضاعه زي اللي عنده بالظبط. انا عينيا الاثنين، مش زي اللي عنده، ده انا هجيب لك بضاعه احسن من اللي عنده الف مره. يا عم انا مش عايزه احسن، انا عايزه زي اللي عنده بالظبط، بس تظبطني في السعر كده يعني عشان اعرف استرزق. تقوليني مش في السعر وفي البضاعه كمان وفي اي حاجه، انت بس ايه قشري. شكرا يا اندل. شيشة عطريق. حاجات كده بالله، ده انت منور المعرض كله يا عم حاج. نعم؟ انت منور المعرض كله يا حاج، اقسم بالله. امشي شيل الشيشة بتاعتك المعفنة دي. حاضر. امشي. حاضر. مش عارفة ايه الحركات الغريبة بتاعتك. ولا مؤاخذة يا حاج. ولا مؤاخذة. وانت يا سماء، ايه؟ مفيش حتة تطمني ابوكي تقولي له المعرض عامل ايه؟ الوارد، الصادر، أي حاجة في الدنيا؟ ده كل دفاتر الوارد والصارد وكل حاجة هتبقى موجودة عندك حالا، بس يعني أنا كنت محضرة لك حتة مفاجأة. فاجأة ايه؟ كله هيبقى 100 100. يا سلام. اه والله العظيم، وهتبقى فخور كده إن بنتك سناء دي.
هتعرف ان المحل ده هيمشي احسن من ايامك السودا انت وابنك، وهلم المشاكل وهتدفع المديونيه وهنبقى 100 100. ونكره ربنا يعوضني بيكي خير. ايه يا بت؟ في ايه؟ في ايه يا بت؟ ايه يا شيشابي؟ شيشابي؟